لا تزال في هذه الدنيا تمنع حتى تظن أن سعادة الدنيا كلها اجتمعت فيما منع عنك، ثم يأتيك الفرج فيعبرك الفرح عبورا تريح فيه وتستريح، ثم تعاد الكرة تمنع حاجة أخرى وينطفئ وهجك وتعود روحك لاهثة مفتشة عن السعادة في تفريج كربتك، كي تتيقن يقينا لا يخامره شك أن الفرج بالله وحده. ولا يضيق صدرك بفرص لم تخلق لك ولا بأمور سعيت لها وصرفها الله عنك ذات يوم؟ رب أمر نراه به ظاهرا خيرا ونظن أن جل ما يحتويه خير، لكن سعة الله ورحمته أكبر من منظورنا البسيط، فيصرف عنا أمورا إن تبدو لنا لن نرضى بها حتما. لذلك تيقن تماما بأن الحياة كاملة هي الفرصة ولن تنتهي ما دام قلبك ينبض، فقط اسعى وتشبث بأبسط الأمنيات وأكبرها، وكل شيء نريده ونسعى إليه سوف نناله اليوم أو غدا أو بعد غد، فلكل واحد منا توقيته، يختلف التوقيت ويطول الانتظار، ولكن النهاية جميلة جدا ما دمت يا ابن آدم تسعى وتبذل، فالبذل لن يضيع وإن كان بغير موضعه، سيجعله الله ذات يوم مسخرا لك ولتحقيق ما كنت حزينا عليه بالأمس، فقط انتظر توقيتك السليم وتوكل على من لا يضيع عنده الحلم والمنى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله لا يتركك في منتصف الطريق كما يفعل الآخرون، هو ينظر إليك من حيث لا تراه، يسيرك بحكمته التي قد لا ترضيك أحيانا حتى تدرك بعد حين أنها الفعلة الصائبة. الله لا يبتعد عنك وعن صوتك، ومهما ابتعدت عنه يظل مناديا لك إني قريب، ستعود إليه حتما وستمطر فرجا هذه الحياة. هذا النضج الذي ارتديه لم تلبس إياه الأيام كهدية، لقد نسجته من تجارب قاسية وأخرى كادت لتكون الأخيرة، وهذا الهدوء الذي يعلو ملامحي وأفكاري قد سبقه اندفاع كلفني الكثير. قبل أن أقف بثبات هكذا كنت قد أرجحت وسقطت مرات عديدة وعدت من حافة الهاوية مرات أخرى، كل خيط في هذا الثوب قد دفعت ثمنه بعضا مني. وتشاء أنت من البشائر قطرة، ويشاء ربك أن يغيثك بالمطر، وتشاء أنت من الأماني نجمة، ويشاء ربك أن يناولك القمر، وتشاء أنت من الحياة غنيمة، ويشاء ربك أن يسوق لك الدرر، وتظل تسعى جاهدا في همة، والله يعطي من يشاء إذا شكر. أنت لست مثاليا، لا أحد بيننا مثالي، لكننا أكثر جمالا من المثالية، نخطئ ونتصرف بغباء ثم نتعلم، ننكسر ونتهشم ثم نرمم أنفسنا من جديد، نتطور بشكل مستمر كل فترة، تطحننا الحياة لكن ما زلنا متمسكين بالأمل، نصاحب أحزاننا كل يوم ونتعايش معها بكل حب. نحن أجمل من المثالية بكثير.